إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله. اليوم بغيت نتكلم لكم على قانون 55-19 الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا من طرف الحكومة المغربية، والمتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية بالمغرب، وذلك من أجل خلق علاقة جديدة بين المواطن والإدارة المغربية لتقليل التعقيدات التي يعاني منها المواطن من الإدارة المغربية. فعلا تلاحظوا بأن هناك تباعد بين الإدارة والمواطن، والإدارة لم تستجب بعد لمتطلبات المواطن، فجاء هذا القانون لإصلاح هذه التعقيدات. من بين هذه الإصلاحات إلغاء المصادقة على الوثائق، فما بقت شي إدارة تطلب لنا وثيقة مصادق عليها، أي كوبي كونفورم، ولكن الإدارة من حقها أنها تطلب لك تصريح بالشرف عوض الإدلاء بمجموعة من الوثائق. كذلك الإدارة ملزمة بإعطاء وصل الإيداع. إنسان وقت ما حط شي طلب ديالو لشي إدارة، فمن حقه أنه يطلب وصل الإيداع، والإدارة لازم تجاوبه في ظرف لا يتعدى 60 يوما. وإذا كانت خاصك شي وثيقة، فالإدارة ملزمة أنها تخبرك في نصف هذه المدة بأن خاصك شي وثيقة من الوثائق المطلوبة. والإدارة ماشي من حقها تطلب لك شي وثيقة ما كيناش في الجريدة الرسمية. كذلك هذا المشروع جاء من أجل خلق إطار جديد لتعزيز الثقة والشفافية بين الإدارة والمواطن وفق الرؤية الملكية السامية. كانت هذه أبرز عناصر قانون 55-19 الذي جاء لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية بالمغرب. كان معكم محبكم في الله عمر من قناتكم أمار بغيف. المرجو الضغط على زر الإعجاب والمشاركة، وشكرا لكم وإلى اللقاء.